نقص الخبرة ونظرة المجتمع وندرة المؤسسات المهتمة بسيدات الأعمال العربيات من أهم المشاكل التي تحد من إبراز سيدات الأعمال قدراتهن، التي قدرت دراسة أنها قد تزيد ب 46% عن قدرات الرجال إن استغلت بشكل صحيح. مشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى إلى الاقتصاد والناس، وحالا نتابع قصة نجاح أخرى لسيدة أعمال عربية. الاقراض الاستهلاكي للافراد يقلقني كثيرا. هذا كان البنوك السعوديه كلها بنوك تجزئه، فتقرض الاشخاص ويدخلون في مديونيات لا يعلمون مساوئها في المدى البعيد. فقررت ان اعمل بنك استثماري، قلت ليش انا ما اسس بنك؟ كانت فكره تعتبر للعديد مجنونه، كانوا يقولون هذه سيده وتريد ان تعمل بنك استثماري وفي البنيه التحتيه، يعني هذا شيء مستحيل. فالحمد لله رب وفقني، خلال 6 شهور اخذت الرخصه في البحرين. كان السعودية ما فيها هيئة سوق المال، وجمعت 62 مستثمر معي من أفاضل الناس وأفاضل الشركات في الدول الخليج والخارج، وبديت يعني بنخبة معايا ومن الزيرو، يعني ما دخلت البنك وأسسته ما عندي ولا صفقة واحدة. ولكن الحمد لله منذ بدأنا أرباح، الحمد لله استطعنا الدخول في صفقات عالمية في تمويل. أوكي، في الخارج الآن إحنا في 4 فروع لنا في الخارج وفي الداخل. في المملكة عملنا مشاريع مياه، أصبحت شركة المياه التي أنشأناها مع أصدقاء في التقنية أول شركة في الشرق الأوسط مدرجة في سوق الأسهم السنغافوري، وجاهناني رئيس السوق الأسهم على هذا الإدراج الحمد لله. وشركة مياه اسمها مويا باسم حجازي بحت. فبعدين كمان أنشأنا شركة في الصحة، دخلنا في الشركات في المشاريع، مولنا مطار الملك، كنا المستشار المالي لمجموعة بن لادن مطار الحجاج في الملك عبدالعزيز بجدة، مولنا مطار المدينة للحجاج أيضا مع شركة الفاصل، مولنا كثير من مشاريع الكهرباء، الصحة، دخلنا في البنية التحتية بمعناها الحقيقي. المعوقات يعني أنا ما أجد أني أنا وجدت معوقات بالشكل الحقيقة، يعني الواحد ما ينكر، يعني أخذت رخصة في المملكة كاملة الآن مع هيئة سوق المال تحت جلف وان كابيتال اللي هو جزء من جلف وان الأساسي. أخذنا في ميونخ رخصة بنوك، الآن عندنا في ألمانيا فرع، وعندنا فرع في الكويت، وقريبا إن شاء الله في سنغافور. فأنا تجدني أنه في كل يوم عندي هدف جديد، شركة جديدة، تطلع جديد. غير ذلك الخطوة القادمة إن شاء الله اللي بدي أساهم فيها اللي هو جهة العمل الخيري، إنه مو أتبرع بقدر ما أنا أسوي لهم صناديق استثمارية تستثمر فيها الجمعيات الخيرية، طيب، وتنفق من عائداتها.